حنايا الوجع والحرب والدمار التي تعيشه اليمن ككل وتعز بشكل خاص، تجد بأن التعب هو المسيطر على الحياة التي تنتج الخوف والوجع واليأس. فعلاً اليأس هو المتحكم في حركات الإنسان، لكن هناك ضوء ينبثق من بين جدران أنهكها الدمار ويشع الأمل، ويسمع من اليأس المفروض برائحة البارود الأمل برائحة شقور تعز وعبقها، وتولد الفكرة وحتى المشروع الذي يبدد غيوم اليأس ويلبسه ثوب العافية والثبات والقوة. في حكايتنا المتنوعة على قناة عدن الفضائية وبرنامج إرادة تخلق الإنسان، سنسرد منها واقع مؤلم صنع الريادة والأمل والتفاؤل. لا أطول عليكم، نحن في برنامجنا رائدات في زمن الحرب، نعطيكم جرعة أمل وقوة وإرادة، فتعالوا معنا في حلقاتنا المتنوعة، وحلقات ستكون شاهدة على ما نقول. موضة وأنت الأجمل، اسم كوافير إنجل، صنعته ندى العزعزي من قبل الحرب كمناقشة، ووجدت نفسها تميل إلى الكوافير، وبدأت مع صديقتها في العمل، فكانت تعمل المكياج وطورت نفسها وفتحت غرفة في بيتها بأبسط الأشياء. والحرب كما تقول ندى، كما أخذت منا أشياء والأمن والاستقرار، فأوجدت منا القوة وجعلتنا أناسا نتحمل أكثر. كلمتها تدل على إرادتها التي صنعت منها امرأة ناجحة، ومن ضمن سيدات الأعمال التي يعملن في محافظة تعز ويكافحن ليعيشن في زمن الحرب والتعب والاحتياج، ووضع اللبنة لوجودها الفعلي وحربها الحقيقية مع نفسها وظروفها وتطويعها، لتصبح هي ندى التي داست على جميع الصعوبات. ولم تكتفي بنفسها، إنما دربت العديد من البنات لمشغلها مع رفض المجتمع لاسم كوافيرة والعادات والتقاليد البالية التي تطلق على من يعمل بهذه المهنة كلام غير منطقي، وتحدث واقعها. وأصبح كوافير إنجيل ينافس في سوق العمل بقوة وإرادة ندى العزعزي. ندى علي محمد سعيد العزعزي، ميك اب ارتست او بالعاميه كوافير. بديت مشواري طبعا ببدايه الحرب، او نقول قبل الحرب بشويه. بديت اول شيء كنت بالمنقشه، وبعدين لقيت ميولي اكثر يروح للكوافير للمكياج، فحبيت اني اطور من نفسي. فكنا نشتغل انا وصديقتي زينب، فكانت هي تمسك الشعر وانا امسك المكياج. حبه بديت احاول اني اطور من نفسي، بديت افتح لي غرفه هنا في البيت، وعلى اساس انه بدايتي حاجه بسيطه، تسريحه وكرسي ومعدات بسيطه. وفرت الادوات، طبعا في معنا احنا سوقنا بسيط، فحاولت انني احاول اطور من نفسي اكثر، فاخذت مواد من عدن، فكان اللي يوزعوا يعني اخذ سنابل منهم وابدا اطور من عملي. حبة قرح الحرب، طبعا الحرب على قد ما أخذت مننا أشياء على قد ما أعطتنا أشياء. أخذت مننا مثلا الأمن والاستقرار، بس أعطتنا القوة. باختصار خليت إحنا ناس نتحمل أكثر، مثل ما يقولوا برمائيين، يعني سلكنا بأي مكان، قوينا أنفسنا أكثر. الحرب ماشي ونحن ماشيين، يعني إسنا زي ما يقولي إسنا ضبحنا، فحاولنا نحن نطور من أنفسنا. إحنا فتحنا بالفترة اللي يكون فيها مثلا ما فيش عمل، ما فيش أفراح، عملنا تدريبات، بدنا ندرب بمراكز، بدنا ندرب بالبيوت، استغلينا الفرصة بالتجارة، حرف، شغلنا النساء، وبدينا كل واحدة تساعد الثاني ان احنا ايش نطور من نفسنا احنا بحرف مختلفة.
بالفترة برضو هذه دربت بنات عشان يشتغلوا معي، يعني استغلينا الفرص رب ضارة نافعة، يعني الحمد لله اللهم لك الحمد، على قدر ما انضرينا على قدر ما تقوينا. فالحرب هي حرب النفوس قبل ما تكون حرب ما بين الناس أو مثلا إنه ضرب نار، الحرب حرب النفوس. لو النفس مريضة تتحطم. اللهم لك الحمد، وصلنا اللي وصلنا عليه ولو شيء بسيط، المهم إن إحنا وصلنا المواصيل وبدينا نظهر على الناس، يعني ظهر اسمنا إحنا اللهم لك الحمد. تقوينا وصلنا للمراحل هذه بفضل يعني مجهود، يعني بفضل أهلي على قدر الضغوط اللي حصلني، بس يعني أهلي اللهم لك الحمد يعني دعموني كثير، سواء كان أهلي هنا باليمن، أبي وأمي، زوجي، أخواتي، أهلي في اليمن، أهلي في الخارج، كلهم واقفين معي. بدينا المشوار في مثل يقول لك الحاجة أم الاختراع. فالإنسان البسيط ما يجلس طول عمره بسيط ومحتاج، ولا إنه يخرج يتسول، ولا إنه يعمل شيء مش تمام. الإنسان المفروض يطور، أو إنه مثلا يمشي الطريق الصح، يسلك الطريق الصح. واحد يشغل عقله يشوف إيش المواهب اللي عنده، يحاول يخرج ما عنده عشان يظهر نفسه، يقول أنا سويت كذا وكذا وكذا. الحاجة بدأت تخليني كمنقشة حبة حبة كوافيرة، بقى حاجة مع إيش؟ مع هواية. الآن الحمد لله معي مشغال باسم كوافير أنجل وادي القاضي طبعاً. الحمد لله وصلت للمرحلة دي بفضل رب العالمين وبفضل من ساندني وبفضل الحرب قبل كل شيء. حكاية كوافير هذه مش سهل انك تبدأي به بمجتمع زي مثلا المجتمع اليمني. حصلت كثير يعني من المضايقات، سواء كان يعني من الناس تعرفي لك. الكوافيرة عندنا احنا شيء ثاني، يعني ما نشيش نتكلم لانه كل الناس سواسية، ما فيش تفريق، ولا نحب ولا اني احب التفريق. فمشيت على الكل وتحديت الكل، وقفت نفسي بنفسي، دام شغل حلال فاني مش عامل اي حاجه غلط. بدايه الحرب بدايتي حاجه بسيط، يعني كرسي وتسريحه ومعده بسيطه. بدينا تمام الحمد لله، يعني ماشي حالنا. بديت طبعا قبل الحرب، بس بعد الحرب لا، يعني بعد الحرب شفتي، قبل الحرب كانوا على صرفة الأهل والزوج، الحرب جاء يعني وقفتهم تماما. فالضربة اللي ما تقتلك تقويك. بديت أقوي نفسي يعني وأقوي خواتي معي، وبدينا حبة حبة إنه لا، يعني هم قد عملوا الواجب معانا إحنا وزيادة، فقال الوقت اللي إحنا نرد الجميل بالشيء الصح، إنه نريحهم شوية. الحرب هذا قضوا على الكل. طورت من عملي الحمد لله اللهم لك الحمد، دربنا، وصلنا للآن كوافير أنجل، سواء كان كميك اب أرتست أو كمدربة في مركز القند. الحمد لله. دخلت مع كوافير أنجل كبداية وكنت متدربة، وطبعا اللي طورت من حالي الفضل الأول والأخير يرجع طبعا لندى الله يحفظها، هي اللي شجعتني بعد انكساري، وكمان أهلي وخواتي وأخي الله يحفظه كمان،
والآن اللي كمان زاد شجعني زيادة طبعاً الفضل الأول والأخير كمان يعود لزوجي الله يحفظه، والآن كمان اللي يشجعني أخت الكوافير ندى العزعزي الصغرى. طبعاً ندى أختي علمتني كيف أكون امرأة طموحة، ما احتكرتش هذه الشغلة فقط، فعلمت بنات، علمت طالبات، درست في مركز القنات. طبعاً ندى أختي إنسانة مكافحة طموحة، علمتنا كيف نكون نشتغل على حالنا، جعلتنا بنات مكافحات. طبعاً ندى أختي ما احتكرتش هذه الشغلة، علمت طالبات، جعلتها أن يخرجن لسوق العمل، فالشغلة هذه مش عيب. كن أنت لا تشجع أحداً غيرك، تحدى الصعاب، عافر بكل قوتك فأنت قادر، غامر فأنت قادر، أوجد كياناً تحدى الصعاب فأنت قادر، لا يوجد مستحيل ليس للكلمة مكان عندك، لا أحد يقدر أو يشعر أو يكون. تعانق السماء وتقلب واقع متعب إلى واقع العمل والأمل والتفاؤل، عقول تنحت الصخر وتجعل المستحيل ممكن، إرادة ناطحت الألم وأردته طريحا ولمن البياح ووميض نور ينساب في قصصنا اليومية التي تحاكي عن احتياج، ومن رحمه تأتي الأفكار والعمل لينزاح بعيدا عن الفاقة، ويكون النجاح حليف بطلتنا وتفتح آفاق العمل، ففي كل يوم حكاية تحاكي الإرادة التي صنعت إنسان. في برنامجنا اليومي إرادة تخلق إنسان أبطالنا كثر، فانتظرونا في حلقة قادمة مليئة